فكتوري شغال هو. لا هلا ريكورد. لازم يكون كلمة ريكورد تبين معك ار اي سي بالاحمر. هذيك ستاند باي. السؤال الثاني لازم نسأله. الكومبوننتس اللي لازم اختارها. ففي عندي هون كومبوننت. كومبوننت سيلكشن. وهذه صار عملية الديزاين. إذا أنا اخترت كومبوننتس للسيستمز المختلفة أو الكومبوننتس المختلفة في هذا السيستم فبكون عملت الديزاين. فبدنا نسأل هون نطلع، بدنا نطلع على الكومبوننتس هدول. فبدنا نختار الكنترول ألجوريثم. بدنا نختار الفيزيكال كنترولر. بدنا نختار الاكتويتر سيستم. واخر شيء بدنا نختار سنسر ترانسدوسر فيدباك ديفايس. مضبوط. اذا الاشياء اللي بدنا نختارهم اربع اشياء لازم نختارهم. بدنا نختار نقرر شو الكنترول الجوريثم اللي نستخدمه، ايش الفيزيكال كنترولر راح يقعد فيها الكنترول الجوريثم، ايش الفيزيكال الجهاز الفيزيكال اللي بده ينحط فيه الكنترول الجوريثم، ايش الاكتويتر سيستم. وطبعا الاكتويتر سيستم راح يشمل في داخله راح يشمل اوبشنال الفي اس دي درايف الفيرتيكال سبيد درايف اللي بندرسه بالدرايف سيستمز، ايش الموتور او الاكتويتر. واذا كان عندي ميكانيكال كمان ميكانيكال انترفيس اللي كمان عم ندرسه في الدرايف سيستمز اللي بنطلع على ايش يا عبد الله؟ الهويست او كونفير او باور. اوكي اذا عندي هالكومبوننت سيلكشن، اذا هدول اذا اخترتهم انا هيك بديت اصمم السيستم. مزبوط. هلا احد الاشياء بدنا ننتبه لها، مثلا اذا احنا عمالنا بنعمل ترانسفير فانكشن، ايش الاشياء اللي لازم انتبهه بالنسبه للسنسر او الترانسدوسر؟ إذا بدي أطلع ترانسفير فانكشن للسيستم كله ككل، لازم آخذ بعين الاعتبار إنه السنسر أو الفيدباك ديفايس أو الترانسدوسر في له ترانسفير فانكشن أو له طبعاً A بيأثر على A B و C. مضبوط؟ فما بصير أهمل الترانسدوسر، إذا الترانسدوسر لها ترانسفير فانكشن لازم أدخلها في الأوفرول ترانسفير فانكشن تبعت السيستم، هاي أحد الأشياء لازم آخذها بعين الاعتبار. الكنترول ألجوريثم حكينا عنه اللي هو نوع الكنترولر اللي بدي أختارها إذا كانها P أو PID. او اذا كان طبعا ستدي السيستم داينامكس مش مهمه بهذا السيستم، احتمال كبير شو نوع يكون الكنترولر اون اوف كنترول. الفيزيكال كنترولر بدي اختار هون ايش الفيزيكال كنترولر رح يكون نوعها، مثلا بدي اختار بي سي او بي ال سي. سكر بالله الباب يا عبد الله. بي ال سي بي سي او بي ال سي او مايكرو كنترولر او مايكرو بروسيسور حسب ايش نوع الكنترول اللي بحتاجها. هاي هون الفيزيكال كنترولر اللي حط فيها الالجوريثم، الاشياء اللي درستوها في الكنترول موديل كنترول ايش انواع الكنترولر المختلفه. الاكتويتر سيستم ممكن اختار بعض انواع المحركات، ايش انواع المحركات اللي ممكن اختارها اذا كانوا روتري. طبعا اكتويتر ايش امثل عليهم؟ اي سي مثلا، دي سي موتور احيانا بيرمننت ماجنت دي سي، اي سي ممكن استخدم سكورل كيج اندكشن موتور، ممكن استخدم بيرمننت ماجنت سينكرونس موتور كمان هم توفر. مثلا ايش كمان انواع؟ ستيبر موتور سيرفو موتور. ممكن يكون عندي لينير اكتويتر اذا كان هذا التطبيق بحتاج لينير اكتويتر. فحسب ايش نوع الاكتويتر المناسب لهذا التطبيق بختاره. وممكن طبعا هذا الاكتويتر يكون فيه له فيربل سبيد درايف، نطلع نشوف ايش الفيربل سبيد درايف اذا في فيربل سبيد درايف مناسب. واذا في كمان ميكانيكال انترفيس، ميكانيكال انترفيس ممكن يحول، مثلا الميكانيكال انترفيس ممكن يحول من روتيشنال لترانزليشنال. ميكانيكال انترفيس ايش امثله على الميكانيكال انترفيس اللي عم بعمله مع اللود؟ مثلا جير بوكس. جير بوكس من اشهر انواع ديفرنشال سيستم. ضيق شوي، ايش بعمل الجير بوكس؟
ايش الهدف الاساسي للجير بوكس؟ ماتشنج. تمام، بيعمل ماتشنج. ماتشنج بين ايش وايش؟ بين السبيد والتورك. بيرفع السبيد او بنزل السبيد بيرفع التورك عاده. ايش حكيت هناك؟ الشفرنشال سيستم. ديفرنشال سيستم يعني انت بتحكي عن ديفرنشال جيرز. ممكن يكون عندي بولي، ممكن زي ما حكينا باور سكرو مثلا او ليد سكرو. التطبيقات المختلفة حسب ايش التطبيق، ايش الانترفيس اللي انا بحتاجه. وممكن احيانا ما يكون عندي انترفيس، مباشرة اشبك اللود مع اشبك الماتور او الاكتويتر مع اللود بشكل مباشر. بالنسبة للسنسر والترانسيوسر والفيدباك، هذا اللي هو بدي اختار هون نوع الفيدباك ديفايس المطلوبة، اللي هي ممكن تكون، ممكن يكون اشي ثيرمال، ممكن يكون بريشر، ممكن تمبرتشر. راح نحاول نقضي وقت كمان هون على الاختيار المناسب للكومبوننت او السنسر المناسبة. الكومبوننت ما تنسوا هون اذا كان هاي نفس الكومبوننت راح يكون ممكن يكون ترانسفير فانكشن، ممكن يتأثر على السيستم داينامكس. يعني السيستم داينامكس مهمة، ايش لازم اطلع على السنسر، لازم هون اطلع على الترانسفير فانكشن تبعت هاي هذا السيستم. السؤال الثالث اللي بدي اساله وبدي اقرره بعد ما اكون اخترت الكومبوننت، شو بدي اعمل لكل كومبوننت؟ بدي اختار السايز. اذا سيلكتنج هذا بتطلب بدي اعمل سايزنج. اذا كان عندي محرك اختار حجم المحرك، إذا كان عندي ميكانيكال انترفيس، الميكانيكال انترفيس هذا اختار حجمه، القطع المختلفة المطلوبة. والشيء الرابع اللي بنحكي عن الموضوع الرابع اللي هو